أولاً رأيك إيه في أداء منتخب الإيطالي بأنك طبعاً 19 سنة متعايش مع الكالتشيو الإيطالي؟ لا طبعا كان مستوى محبط جدا وطلعنا كلهم شعروا بهذا الاحباط لكن هم ما كانوش ينتظروا كتير جدا من المنتخب الايطالي نظر لغياب الشخصيه الايطاليه ما فيش لاعب الموجود تخيل مثلا في 2006 كان عندك اليساندرو ديل بييرو وفرانشيسكو توتي على دكه البدلاء تخيل لما يكون عندك اثنين نجوم بهذا الحجم على دكه البدلاء ايه هي قوه المنتخب دلوقتي انا لو سالت اي واحد قول لي اسماء لاعيبه ايطاليا في منتخب 2006 او في سنة في التسعينات هيقول لك ثمان تسع اسماء طبعا. مباشره لو سالت اي واحد دلوقتي اذكر لي خمس اسماء لاعيبه المنتخب الايطالي الحالي مش مش هيذكر ممكن يذكر حارس المرمى دونا روما او او حد من المدافعين او اسم او اثنين او ثلاثه لكنه لا يتذكر الاخرين غياب الشخصيه الايطاليه عن اللاعب الايطالي غياب المدرب مش المدرب الكوفي لان كمان سباليتي مدرب قوي يعني مش ما هوش مدرب ضعيف لكن كانت غابت الشخصيه الايطاليه عن شخصيه اللاعب الايطالي يعني وكمان الدوري الايطالي ما لسه ما رجعش لسابق عهده يعني